شكرا علي. يعرف اضطراب الوسواس القهري على أنه سلسلة من الأفكار والمخاوف غير المعقولة أو الهواجس التي تدفع المصابين به إلى القيام بسلوكيات متكررة بشكل لا إرادي، لتتداخل تلك التصرفات مع أنشطة حياتهم اليومية ليصبحوا أسرى لها وتسبب الإزعاج الشديد لمن حولهم. أفكار توسوس بها النفس تقف على أدراج خطر يلازم الإنسان لفترات طويلة من حياته، تولد شعورا قهريا وأوهاما تتجسد على هيئة حقائق تحث من يؤمن بها على إعادة الأفعال ذاتها مرارا وتكرارا. بيد الإصابة بحالة من الشك من الصعب التخلص منها. الوسواس القهري أو ما يعرف بمرض العقلاء اضطراب يصيب الأشخاص بمراحل عمرية متفاوتة، متخذا أشكالا وأنواعا عديدة كالخوف من الجراثيم والحاجة إلى الترتيب الدقيق والعد المستمر بخطى متتالية، ما يسبب الإحراج في كثير من الأحيان. أشوف وين وصلت، وين وصلت بالعد، صح عديت ولا ما عديت، رد بدأ برجع عيد مرة تانية، فهون بيصيبني الشعور شوي، يعني بنرفز بس وبكون محرج، كيف بدي أعد مرة تانية قدام الزلمة ومرة ثالثة، هيك بكون موقفي شوي صعب. أسباب عديدة تقطف ثمار هذا الاضطراب تكمن أبرزها في العامل الوراثي والإجهاد المتكرر، بالإضافة إلى وجود اختلالات في شخصية المصاب التي تتصف بكثرة التوتر والقلق طوال الوقت، إلا أن تشذيب أعراضه في سبيل الخلاص منه متاح على عدة مراحل. نلجأ للعلاج الدوائي في علاج الأمراض الوسواسية، في عنا أدوية كثيرة بتساعد على تخفيف الأفكار، وفي ناس بتروح الأفكار بعد استخدام هاي الأدوية، طبعا بياخذوا وقت تقريبا من 3 شهور لعام كامل، وفي ناس بيحتاجوا الدواء لفترة طويلة أطول من هيك. في عنا الخطوة الثانية اللي هو العلاج السلوكي، لكن بصراحة بنحب ندمج العلاجين مع بعض. يفتقر الأردن إلى إحصائيات ودراسات تشير إلى عدد المصابين بالوسواس القهري وغيره من الأمراض النفسية، فالدراسات تتعدى كونها أرقاماً فحسب، بل تسهم في نشر الوعي والثقافة المجتمعية والطبية التي تمكننا من معرفة كيفية التعامل مع الأمراض والمصابين. الوسواس القهري ما هو إلا اضطراب يصيب المريض بالأوهام والشكوك، يتطلب علاجه أحياناً التدخل الطبي، والحل الأمثل يكمن بتغيير نمط الحياة والتصالح مع الذات لقهر كل وسواس. ريف برهومة، المملكة، عمان. ولمعرفة المزيد حول الوسواس القهري ينضم إلينا في الاستوديو الدكتور مالك العلوان، أخصائي الطب النفسي والإدمان من الخدمات الطبية الملكية. أهلا بك معنا ضيفا في أخبار المملكة. أهلا وسهلا فيك ويعطيك العافية. يعني ما هو وسواس القهري؟ ما هو الوسواس القهري؟ الحقيقة اضطراب الوسواس القهري يعني يتميز عن غيره من الاضطرابات بأنه مجموعة من الأفكار الملحة والمتكررة التي تشكل قلق للمريض وتؤدي إلى أفعال قهرية لتقليل هذا القلق. وللاضطراب الوسواس القهري أكيد الكثير من الأشكال تتعدد وتختلف من مريض إلى مريض، كما شاهدنا في الفيديو يعني ممكن تأتي على شكل عد أو عمل أشكال من الأعمال التي تكون متكررة وغير منطقية ولا تتوافق مع شخصية المريض. مثل شو تقريبا؟ يعني عادة مثلا طلاب المدارس ممكن انه نلاحظ عندهم مشاكل اللي المشي، زي ما احنا شفنا على الفيديو انه بيمشي بلاطة بفشك بلاطة مثلا. الناس البائعين مثلا ممكن يعد النقود اكثر من مرة ويجد حرج امام الزبائن. يعني بالنسبة للناس العاديين والأغلب يعانوا من مشكلة إعادة تنظيف أو غسل الأيدي أو حتى الاستحمام، لأنه عنده وسواس يعني بأنه متسخ على أنه هو إشي عم يعني فعل عم بيقوم فيه، فعل بالضبط عم يقوم فيه، تكرار فعل بيقوم فيه، نتيجة لأفكار وسلسلة من الوساوس التي أفكار متعددة ومتكررة تجبر على القيام بهذه الأعمال ليقلل هذا القلق التي تسبب هذه الأفكار. بس يعني ممكن نفهم أنه هاي الأفعال على ما يبدو أنها لا إرادية، يعني الشخص لا يستطيع التحكم
لربما بالفعل اللي بيقوم فيه. الإنسان المصاب بالوسواس القهري لا يفقد الارتباط بالواقع، يعني هو يكون مدرك لهذه الأفكار التي تأتي، ولكن هو لتقليل هذا الضغط الكبير والصراعات الداخلية التي تسببها هذه الأفكار يقوم بهذه الأفعال القهرية لتقليل هذا القلق. ما الأسباب التي تؤدي إلى ذلك؟ الحقيقة ما في هنالك سبب محدد وثابت للإصابة بالوسواس القهري. فالوسواس القهري له عوامل عدة وأسباب عديدة، منها ما تكون طبعا استعدادات وراثية جينية، ومنها ما يكون الإصابة بأمراض عصبية أو حتى الأمراض العضوية العادية مثل اضطراب فراز الغدة الدرقية، وقد تكون من نتيجة يعني لتناول بعض الأدوية أو حتى المنشطات. طيب متى ممكن المريض يعني يشعر بأنه الآن هو في حالة مرضية ولازم يتعالج من هذا الوسواس؟ الحقيقة هاي نقطة مهمة جدا، لأنه إحنا دائما الناس بتسألنا عن اضطراب الوسواس القهري، هل أتعالج أو ما أتعالج؟ في هناك عندنا سلم في هذا الاضطراب. البداية أنه في ناس كثير إحنا بنشوفهم نتعامل معهم يوميا مش بحاجة للعلاج، وهذول بيكون عندهم سمات وسواس قهري. الأعلى من هذه الدرجة بيكون اضطراب الشخصية الوسواسية، والأعلى من ذلك يكون اضطراب الوسواس القهري بحاجة إلى علاج. متى يجب أن نزور الطبيب النفسي للعلاج؟ إذا شكل هذا المرض وهذا الوسواس عائق لدينا بممارسة حياتنا اليومية في العمل، سواء كان موظف أو سواء حتى كانت ربة بيت، في ممارسة حياتها العملية، القيام بواجبها التي تقوم به. فإحنا بنقول دائما أنه إذا الوسواس استغرق حتى عالميا، إذا استغرق أكثر من مدة ساعة أثناء اليوم، يعني الأفكار الوسواسية أخذت من المريض أكثر من ساعة، فهذا بحاجة إلى العلاج والتدخل النفسي. طيب يعني هناك فكرة شائعة عن عموم يعني الأمراض النفسية بأنها مرتبطة مع بعضها بشكل أو بآخر، ولكن هل الوسواس القهري مرتبط مع مرض نفسي فلنقل مرض نفسي آخر؟ هو الحقيقة على سبيل المثال الاكتئاب، سابقا كان الوسواس القهري هو أحد أشكال القلق، مرض القلق العام، لأنه منشأه قلقي، أنه الإنسان لم يقوم بعمل شيء معين فيعيد تكراره، كان أحد أشكال القلق. الآن الجمعية الأمريكية للطب النفسي بإصدار الخامس وضعت الوسواس القهري في تشخيص مستقل عن غيره. هذا ارتباط الوسواس القهري مع القلق. هناك ارتباط أيضا وثيق جدا بالاكتئاب، يعني هؤلاء المرضى نتيجة لهذا الوسواس، هذا الوسواس بيكون متعب لهم ويستغرق وقت كبير جدا ويشكل لهم إحراج دائم، فبعد فترة هذا يشكل إعياء للمريض وتعب، وبالتالي يصاب بالاكتئاب. يعني 70-80% من حالات الوسواس القهري تصاب بالاكتئاب. إذن هنا يستدعي أو يعني يبدأ الشخص بالتفكير بأن يقوم بعلاج نفسه من هذا الوسواس أو مراجعة الأخصائي يعني في هذا الموضوع أو الدكتور المختص في هذا الموضوع. ما المرحلة التي يجب أو التي يعني يجب تفادي فيها الوصول إلى يعني أقصى مرحلة والبدء بمراحل العلاج؟ زي ما حكينا، إذا شكلت أي عائق للشخص بممارسة حياته اليومية، عمله، تواصله مع الناس، أيضا إذا شكلت هناك يعني كانت مصاحبة للاكتئاب أو القلق الشديد، فهون يجب التدخل وبدء العلاج سواء كان دوائي أو كان سلوكي. طيب بالأشخاص المحيطين بهذا يعني المريض، فلنقل المريض، كيف يمكن لهم أن يتعاملوا أو يعني ماذا يمكن أن نقدم لهم من نصائح ويعني إرشادات للتعامل مع هذه الحالات؟ الحقيقة عندما تكون يعني واصلة، يعني فلنفرض أنها وصلت إلى أقصى الأمور، بالضبط إلى اضطراب الوسواس القهري. نعم. نقطة مهمة جدا، الناس المحيطة بالمريض، لأنه الناس المحيطة بالمريض تشكل جزء كبير من العلاج. فهؤلاء الناس سواء كان عائلته سواء كان بين الزوج وزوجته، يجب أنهم يتلقوا التعليم النفسي المناسب للتعامل مع هذا المرض، عدم تعنيف المريض وفهم طبيعة مرضه، وبالتالي تغيير طبيعة التعامل معه بعد فهم هذا المرض. أيضا في ناس على العكس تماما، لا تعنف المريض ولكن تساعده في تعزيز هذا المرض، فمثلا يقوم المريض بإيكال بعض الأعمال للناس المحيطة فيه، نعم، كزوجته أو إخوانه أو الوالدة أو الوالد، وهذا يعزز من
اضطراب الوسواس القهري عند المريض. فالوعي مهم جدا وجزء من العلاج للعائلة. نعم الدكتور مالك العلوان أخصائي الطب النفسي والإدمان من الخدمات الطبية الملكية، كنت معنا في صباح المملكة، شكرا جزيلا لك. عفوا، يعطيك العافية.